استقبلت عمان في مطار الملكة علياء الدولي السفير البابوي الجديد المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن المعين من قبل البابا فرانسيس سفيرا للكرسي الرسولي لدى المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العراقية خلفا لرئيس الأساقفة جورجيو لينغوا الذي انتقل ليكون سفيرا بابويا في كوبا وكان في استقبال السفير الجديد في صالة كبار الزوار رؤساء الكنائس الكاثوليكية في الأردن المطران مارون اللحام مطران اللاتين في الأردن والمطران سليم الصايغ والمطران ياسر العياش مطران الروم الكاثوليك ورئيسي الكنيستين المارونية المونسنيور نبيه الترس والكلدانية الأب زيد حبابة ورئيس جمعية رسل السلام الأب خليل جعار راعي كنيسة السيدة العذراء للاتين في ماركا وفارس القبر المقدس السيد أكرم كريم، وفريق نورسات الأردن، وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والراهبات من مختلف المؤسسات الرهبانية في الأردن، ورئيس البعثة البابوية في الأردن رائد البهو، ومدير جمعية كاريتاس الأردنية وإل سليمان وشبيبة القديس جورجيوس للروم الملكيين الكاثوليك واخوية سيدة المعونة الدائمة للكاثوليك وفي ساحة الاستقبال عزفت فرقتي كشافة الروم الملكيين الكاثوليك وكشافة لاتين ماركا عددا من المعزوفات الفلكلورية الاردنية ترحيبا بضيف الاردن. ويذكر أن الفاتيكان قد أعلن في آب الماضي عن تعيين المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن سفيرا للكرس الرسولي لدى الأردن والعراق وتمت رسامته الأسقفية في تشرين أول الماضي في بازيليك القديس بطرس وفي مقابلة خاصة مع النورسات شكر سعادته جميع المؤسسات الكنسية التي كانت في استقباله انا سعيد باستقبال الاردنيين لي ومنذ اليوم الاول احسست انني في وطني ان العلاقات الدبلوماسيه بين الاردن والكرسي الرسولي وهو الاسم المعتمد للفاتيكان في العلاقات بين الدول توصف بالتاريخيه والرائعه وكم سعدت جدا بحفاوة الاستقبال لدى وصولي ارض المطار حيث كان هناك رجال دين وممثلين عن هيئات كنسيه ومواطنين من خلفيات مختلفه كانوا هناك لحظه وصولي من روما لدي صوره جميله عن الاردن وقيادته حيث تربطنا صداقة منذ مدة طويلة وهذه الصداقة الان في اوجها وانا اتطلع الى لقاء جلالة الملك الشهر المقبل فاني اكن له كل الاحترام وايضا للعائلة المالكة والشعب الاردني على حد سواء ان المجتمع الاردني يتميز بالتعايش الواضح حيث نلمس بصمات المسيحيين هنا في مجتمعهم واضحة للجميع لا احد ينكر دور المسيحيين الواضح والمؤثر في المجتمع الاردني